خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم، رئيس الوزراء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة إنجاز ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من المساحات لصالح صندوق تنمية الحضرية لاستخدامها في تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى سكن لكل المصريين. ونص مشروع القرار على تخصيص مساحتي أرض مملوكتين ملكية خاصة للدولة، هما 60 فدانا فاصل 72 من 100 ناحية شمال الحرفيين في منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، وستة فدادين فاصل 99 من 100 ناحية روضة السيدة 2 الطيبي بمحافظة القاهرة. كما نص مشروع القرار على أن تزال صفة النفع العام عن مساحة 20 فدانا فاصل 42 من 100 ناحية مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية أرض الحريري، ليعاد تخصيصها لصالح صندوق تنمية الحضرية لاستخدامها في تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين. ونص مشروع القرار أيضا على أن تضم عدة قطع أراض إلى مشروع سكن لكل المصريين، وهي مساحة 37 فدانا فاصل 6 من 100 ناحية محافظة القاهرة أرض الخيالة، و28 فدانا فاصل 79 من 100 ناحية محافظة القاهرة جوهرة الفسطاط، و47 فدانا فاصل 96 من 100 ناحية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و21 فدانا فاصل 97 من 100 ناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أرض الأوقاف، وذلك بالنظر لأهمية هذا المشروع الذي يحقق عدة أهداف تنموية. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 367 فدانا فاصل 44 من 100 من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية في إطار الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها المحافظة ومقومات النهوض الصناعية. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص في إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئة 100 جنيه بمناسبة ذكرى مرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات في 27 من سبتمبر عام 1822، وكذا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك بالأقصر في 4 من نوفمبر عام 1922، تخليدا لهذين الحدثين اللذين يعكسان عظمة تاريخ مصر وعمق تأثيرها الحضاري. وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات في مساحة 1422 مترا مربعا والمنشآت المقامة عليها بمشروع مقصد العائلة بمدينة طور سيناء لصالح إحدى الشركات لإقامة أنشطة تجارية عليها، ويأتي ذلك بهدف تعزيز القيمة السياحية لهذا المقصد السياحي المهم الجاذب، حيث يقام مشروع مقصد العائلة على مساحة 5500 متر مربع، ويضم إلى جانب العديد من المحال التجارية ممشا للدراجات ومناطق لألعاب الأطفال وممشا عاما وأنشطة ترفيهية ومنطقة ملاه ومسرحا صيفيا لعرض الفولكلور السيناوي للزائرين، وتقدم العديد من الخدمات الثقافية والفنية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة لمختلف الشرائح. وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً في مساحة 4377 متراً مربعاً الملحقة بقطعة الأرض رقم 30 البالغ مساحتها 74 ألف متر مربع الكائنة بهضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ لصالح إحدى الشركات المتخصصة في الاستشارات الفندقية والسياحية المالكة لقطعة الأرض والمقام عليها قرية سياحية لتنفيذ عدد من الخدمات الخاصة بالقرية، وذلك في إطار تقديم ما يلزم من تسهيلات لتنمية القرى السياحية وتطويرها لجذب السائحين.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان التصرف بنظام حق الانتفاع في مساحة 20 فداناً وخمسة قراريط من أملاك الهيئة المخصصة لجمعية العاملين بالهيئة للإسكان التعاونية، ويأتي ذلك بهدف إقامة مساكن وخدمات لخدمة أعضاء الجمعية من العاملين بالهيئة بهدف توفير سكن ملائم وقريب من محل عملهم. أحيط مجلس الوزراء خلال الاجتماع بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حتى 30 من يونيو 2022 الذي استعرض أبرز مؤشرات نشاط الهيئة للعام المالي 2021-2022 في إطار دورها، حيث تخضع للإشراف العام لرئيس الوزراء وتتولى مهام إدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل واستثمار أموال المشتركين استثماراً آمناً وفقاً للقواعد. وقد عكست المؤشرات ارتفاع الإيرادات المحصلة خلال العام المالي 2021-2022 نتيجة زيادة كفاءة التحصيل ومتابعة الإيرادات وزيادة العائد على الاستثمار. وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك وضع اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء لمدة عام، ويأتي ذلك حتى يتسنى للمحافظة استكمال إجراءات التقنين في ضوء قرب انتهاء العمل بالقرار المشار إليها، خاصة في ظل كثرة واستمرار المواطنين في تقديم طلبات التقنين وحرصهم على إتمام الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.